السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم إن شاء الله في الفيديو التاسع من كورس التدريب على الروشتات. روشتات النهاردة نسبيًا أتقل من اللي قبلهم، ولكن لو إحنا اتبعنا القواعد اللي إحنا أخدناها واتفقنا عليها قبل كده في الفيديوهات الأولى هنلاقي الموضوع أسهل نسبيًا، ولازم تنزل تتدرب في الصيدلية علشان تاخد الخبرة العملية وعلشان المعلومة تثبت في دماغك، وعلشان أما بتتعامل مع الحاجة بإيدك صعب جدًا تنساها. تعالى نبدأ كده ناخد الروشتة صنف صنف. اول صنف مش واضح قدامنا، لو شخص لسه منزلش صيدليه كتير هتلاقي الصنف صعب عليه شويه، لكن لو بصيت جنبها هتلاقي امبول. طيب احنا في دماغنا كده دي روشته عظام، ايه الامبولات اللي بتتاخد؟ اكيد كلها مسكن، حاجه فيها فيتامين بي، هتلاقيها دايما بتصب في النقطه دي، او ممكن حاجه فيها فيتامين دي زي الديفارول او غيره. طب دي ديفارول؟ لا مش ديفارول. هل دي كتافلام او فولتارين؟ لا طبعا. هل دي فيتامين بي 12 زي مثلا البيتولفيكس؟ دي تمشي مع البيتولفيكس؟ ما تمشيش مع البيتولفيكس ولا مع النيوروفيت ولا مع البيكوم، مش ماشيه مع الحاجات دي. طيب دي ممكن تكون ايه؟ احنا توقعنا التوقعات الاكثر احتمالا في روشتات العظام، ممكن تكون مثلا حاجه زي المسكن او تكون حاجه فيتامين بي او حاجه تكون فيتامين دي. طيب ده ايه؟ خدوا بالكم يا جماعه، دي ليوميتاسين. ليوميتاسين دي نزايد عادي جدا جدا، الماده الفعاله بتاعتها اندوميسازين. ليوميتاسين مش مشهوره كتير جدا جدا، واعذرك لو انت ما عرفتهاش. دي ممكن تتاخد عند اللزوم، تتاخد امبوله يوميا. ثاني صنف مكتوب جنبه 200 مللي جرام، هو كاتب 200 جرام لكن هي 200 مللي جرام. طيب الصنف ده يا جماعه السيليبريكس، سيليبريكس 200 ده الماده الفعاله بتاعته سيليكوكسيب، وده مسكن لكنه سيلكتيف كوكس 2، مش بيأثر على المعده زي الحاجات التانية، وزي حتى الاندوميسيزين، الاندوميسيزين يأثر على المعده، انما السيليبريكس او الماده الفعاله السيليكوكسيب مش بتأثر على المعده لانها سيلكتيف كوكس 2. طيب السيليبريكس الماده الفعاله بتاعته سيليكوكسيب بتركيز 200 مللي جرام، اتاخد كبسوله مره واحده يوميا بعد الاكل. بعد كده السيردالود 2 جرام او يقصد 2 مللي جرام. السيردالود يا جماعه ده تيزانيدين، وده حاجه باسط عضلات، هيتاخد قرص مساء مثلا بعد الاكل. وبعد كده السيمباتكس 30. هتقول لي السيمباتكس او الدروكسيتين ده حاجه انتي ديبريسنت؟ اقول لك لكنه بيستخدم كتير جدا جدا في مشاكل الالام، خصوصا في روشتات العظام، لانه بيسكن الالم اللي مش معروف سببه ايه، وكمان في مرضى السكر بيكون معاهم التهاب في الاعصاب بيكون فعال جدا جدا الدروكسيتين، عشان كده ممكن تلاقيه في مرضى السكر وممكن تلاقيه مع الناس اللي بتكشف عظام، فبالتالي ما تستغربش. ده بيتاخد مره واحده يوميا مساء. بعد كده البون كير، البون كير واضح جدا جدا يا جماعه، لو انت كتبت بون بس كده على الدروج اي هتطلع الباقي وانت هتقدر تكمل. البون كير خد بالك 1 مايكرو جرام، لان في كذا تركيز منه، في الربع والنص وفي الواحد. ده الصوره الاكتف من الفيتامين دي. الملخص الروشته ليوميتاسين امبول هياخد واحده يوميا، السيليبريكس هياخد برده قرص يوميا بعد العشاء، والسيردالود نفس الموضوع، والسيمباتكس هياخد قرص مساء، والبون كير هياخد قرص يوميا. ملخص الروشته هياخد الليوميتاسين ياخد حقنه يوميا، والسيليبريكس ياخد كبسوله بعد العشاء، السيردالود ياخدها بعد الغداء، والسيمباتكس 30 هياخدها مساء قبل النوم، والبون كير ياخد القرص بتاعه يوميا مثلا بعد الفطار. وكده انتهى فيديو النهارده، ويا ريت لو عجب الفيديو تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.